الله يربحكم. تكلم. شوفوا والي الامن والي الامن ديال العيون خلغاكم شتو قدامكم مشينا الكوماندر وجينا داخل الشرطه دار معانا وقف معانا وعطانا الوقت وسمع عنا وسمع هذا اللي نقولوا. قال على انه هو من هذا الاجتماع انا عنه راسل الجهات العليا في الداخليه وراسل اداره الامن على الخصوص باش نعودوا متفاهمين. قال مطالبكم شنو هي؟ قال الرساله اللي جات كنظن عنها الارام على كل تقيسوا القنصليه قلنا له عن القنصليه الابواب مصدر وذلك حاليا اليوم فتنا معاك على ان رانا نتكلم الطفل صاحبنا راه فهم وتكلمنا معاه وقال عن القنصليه ما تستقبل حد ودخلنا السيت معنا نقضوا ثلاث سيت الموعد ما هو خالق وقال الشركات اللي تدفع الفيزات ما هي خالقه ما بغى حد يقول ملفات. ذرك الراجل والي الامن قال لنا قيموا وراه راسلهم ولا يراسل الاجتماع اللي معاه هذا ذرك لا يراسل الاداره العامه وقالت عنها هذا ما هو فايده هذا راه جاي من فوق من اسبانيا وعلى انه يدوا اكثر من جهدهم وعلى انه يبلغوا وزاره الداخليه ولا يبلغوا وزاره الخارجيه كان مشروع تسويت وضعنا. قال من هون لسيمانه راهو ما يخدموا الخير. قالها بعض عام سميه قال من هون لسيمانه والله سابقها راني نعلمكم ما تجبروا مور الخير. هذا اللي خلانا ورطينا له وقلنا له حالات فينا عزايز مرضى حنونا شوي قلنا له حالاتنا كاملين قلنا له خارجين عزايز مرضى حالات مستعجله ما تكلموا كاع لك واحد ميتين خارج الناس جايين طب خارج اللي عنده كلوه واحده وخارج اللي ماشي صفي وخارج الناس مريضه هذا كامل بجديه. قلنا له عندنا اماطنا وباطنا عندنا عمليات باغيين يسووا وماشيين بالقوه غطنا. قالنا من هول السيمانه سابق ذاك اللي يخدموا خير وعلى الشرايين يكملوا. السلام عليكم جماعه هذا الراجل كبيركم مولود تكلمنا معاه قلنا له لنا قلتوا سكنوكم مده 4 أيام ولا 5 أيام غير ما انا قافل عليكم ولا انا رابطيكم كل حروف راسه تقول ديروا وقتكم غدا تقول ديروا النهار الثاني يا غير ضمانه مني سيد الوالي راهم 4 أيام و5 أيام ما هم متحركين يا غير سابق ذاك راني وصل ما طالبين لك رانا جايينكم غير انا ما عندكم مشكله وسمحوا لي وراني راس عليا سلطات عليا وراني ما خاكش ما عدلت وراني معاكم في السراي والله اصبروا عليا ضربتوا قلنا له هو زاد الناس احنا ما نقولهم شو ما مشاو احنا فاتحين باب الحوار فاتحين باب الحوار ما قلنا له عندنا منبر مبين قلنا له عندنا وخروا كفوني وخروا كفوني من هون تاتي بالروطه ما تتخلص اسمع شوف شوف اسمع فيه واللي عنده باب يرفع عليه السلام عليكم غير احنا مادين ايدنا للسلم وفاتحين ايدنا للسلم غير سمعين الله يجازيك احنا راه فاتحين للتفاوض هذو الناس فاتحين معاهم باب الحوار مبينين معانا رانا ما نبغي المشاكل ولا باغي شيء يا غار